تأثير المناخ على الثروة السمكية. احنا كلنا حاسين ومدركين وبشكل كبير جدا على ان الثروة السمكية او الثروة السمكية والحيوانية متأثرة بشكل كبير جدا بالمناخ. النهاردة مش هنتكلم عن الثروة الحيوانية بقدر حديثنا عن الثروة السمكية. احنا خلاص بقينا اخر سبتمبر وابتدينا في اول نوفمبر، ومع ذلك درجة الحرارة مش طبيعية. تفتكروا ده احنا كأننا في شهر اغسطس، ايه اللي بيحصل فينا؟ وهل الكلام اللي كنا بنقول مش هيحصل ومفيش تغيرات ومفيش مش عارف ايه، لا ابتدى نشوفه. الصيف بقى صيف قارس، شتاء قارس، والصيف بقى حر بشدة شديدة، واهو احنا في اخر خلاص ابتدينا نوفمبر. النهاردة 1 نوفمبر، يعني اكتوبر، انا اسفة اكتوبر. المسألة صعبة جدا جدا، وخلاص داخلين على نوفمبر، والمفروض ان الشهور ديت بتبقى شهور الى حد كبير خلاص، حتى نقول دي ميسيزون، مش حر بالشكل الغير عادي اللي احنا شايفينه النهارده وامبارح واول امبارح. حول هذا الموضوع وتأثيره على الثروة السمكية بستطيع ان يكون معنا الاستاذ دكتور وليد الهواري، استاذ تربية وانتاج الاسماك، كلية الطب البيطري، جامعة الاسكندرية. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورتني. اهلا بك. انا سألت دكتور وليد قبل الهواء ايه علاقة السمك بالتغير المناخي؟ قال لي لا، هو ايه علاقة التغير المناخي بالسمك؟ السمك مأثر، التغيرات المناخية متأثرة بشكل كبير جدا او مؤثرة على الثروة السمكية. قولي ازاي بقى يا دكتور؟ هو زي ما احنا بنقول الكلام على تغير المناخ زي ما حضرتك قلتي في المقدمة، هل هو حقيقة ولا كان مجرد ادعاءات؟ احنا فضلنا لسنين طويلة بنتخيل ان ده مجرد ادعاء. اتقال على اسكندريه انها هتغرق، الناس لم تعرف شنغهاي بالظبط، ثلاث مدن اخرى بالظبط كده. لكن يعني هو المشكله دي بدا يلتفت ليها من حوالي 30 سنه تقريبا. انا شايفه دكتور مش من 30 سنه بس، انا شايفه ان الناس ومصر تحديدا، مش العالم، لا اقصد العالم، ممكن العالم يكون يعني ملتفت من 30 سنة. مصر من آخر مؤتمر حضر الرئيس ابتدت الناس تتكلم في مسألة المناخ بجدية. نعم. الناس بقت، وإنه يكون في مؤتمر للمناخ في مصر وفي شرم الشيخ ويحضروا عدد من الدول، أعتقد إن كل الباحثين ابتدوا يتقدموا بأوراق بحثية وهم على أرض الواقع، مش كلام مرسل. هو القصد من 30 سنة ان ده ما كانش موجود غير في الأروقة الأكاديمية والبحثية. أوكي. بدأت الأمم المتحدة بتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية والهيئة المعنية بالبيئة عندها في إنشاء هيئة خاصة بس بتغير المناخ. هذه الهيئة أصدرت العديد من التقارير، كان من ضمن التوصيات بتاعتها ان رقم واحد هناك تغير في المناخ لا محال. الحاجة التانية في اخر 5 تقارير ليها، والتقرير الخامس كانت بتدي العالم كله فرصة ان انتوا قدامكم لحد 2030، ما لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية فالعالم هيكون في وضع كارثي. طب والملوثين للعالم ايه عقوبتهم؟ وايه اللي احنا ممكن ناخده منهم؟ يعني في دول كثيره ملوثه، ناس كتير متخيله ان مصر من الدول الملوثه بشده، لا، لا. احنا مش بشده ولا حاجه. لا 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 لا، هو احنا حاليا تقدري تقولي حضرتك ان مصر ومجموعه من دول الميديترينيان هي اللي بتدفع الفاتوره. بالظبط. بتدفع فاتورة الثورة الصناعية اللي كانت في الدول الكبرى اللي حضرتك بتتكلمي أمريكا، عليها، فرنسا، ألمانيا، السعودية، اللي هي بتعتبر السبب الأساسي لتغير المناخ وتخلصهم من النفايات الخطرة في أفريقيا. يعني موضوع النفايات موضوع منفصل شوية، لكن هي الثورة الصناعية والانبعاثات اللي نتجت عن استخدام الوقود سواء كان البترول أو الفحم وغيره
ادت لحدوث ما يسمى ان الارض اصبحت زي الجرين هاوس، زي بالظبط الصوبه الزجاجيه، بالظبط وده ادى الى ارتفاع في درجه حراره الارض، هينتج عنه حاجات كتيره متعلقه بالمناخ اللي هتاثر على اوجه كتير في انماط البيئه والحياه، واللي منها الثروه السمكيه. طيب الثروة السمكية استشارها المواطن البسيط في إن مسألة البوري والبلطي، وهي السمكة الشعبية بتاعتنا، فلقيناها ب 45 البلطي، ولقينا البوري وصل 90%، ودي السمكة الشعبية، يعني مش هقول لحضرتك أي حاجة غير إنها السمكة الشعبية. إيه اللي حصل يا دكتور؟ وهل تغير المناخ أثر على الأمن الغذائي في الثروة السمكية بهذا الشكل؟ أكيد تغير المناخ هيأثر على الثروة السمكية في اتجاهين. لو اتكلمنا على مستوى الميديترينيان وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى مصر، فمصر تعتبر من أكثر 5 دول عرضة للتأثر بتغيرات المناخ وارتفاع سطح البحر. هذا التأثر والارتفاع في سطح البحر هيأثر على قطاعين بالنسبة للثروة السمكية، قطاع المصايد الطبيعية وعلى قطاع الاستزراع المائي. في قطاع المصايد المشكلة إن هتبتدي الشواطئ يحدث فيها تآكل نتيجة لارتفاع سطح البحر، هتبتدي منطقة الدلتا يدخل عليها المياه المالحة، فنسب الأراضي الصالحة لزراعة أسماك المياه العذبة اللي منها البلطي والبوري والطبار هتبتدي يحدث فيها تقلص. الحاجة التانية دخول المياه المالحة دي هيبتدي يأثر على التربة ويزود من ملوحة التربة. مش بس كده، كمان مخزون المياه الجوفية ده اللي لما أنا هسأل فيه على المزارع السمكية. نعم. مخزون المياه الجوفية في المزارع السمكية قل؟ مش في المزارع السمكية بقى، خلينا نتكلم على قطاع الصحراء والاستزراع في الصحراء بيعتمد بشكل أساسي على طبعا المياه الأبيار الجوفية. والأبيار الاثنين. فالآبار كمان اللي موجودة دي هتبتدي المياه دي تزداد نسب ملوحة الملوحة فعلا فيها. ليه طبعا. يا دكتور؟ طب إذا كنت أنا يعني حفرة بير على مسافة كويسة وبيطلع لي مية عذبة وعادي. ما هو دخول المياه المالحة على المناطق دي، لأن احنا منطقة الدلتا كلها تعتبر منطقة منخفضة، أيوه مع تآكل الشواطئ ودخول المياه المالحة هتأثر عليها على الزراعة هتبتدي كمان. تتأثر. طبعا هتأثر على كثير من أنماط هي منها الزراعة، فبالتالي هيبقى في مشكلة عندي هنا في استزراع أسماك المياه العذبة، وهيبقى عندي ضغط على الستور بتاع المياه. ضيفي مصادر. بالظبط كده، ضيفي إلى ذلك كمان إن أنا اوريدي عندنا مشكلة في المياه العذبة نتيجة لبناء السدود على مجرى النهر، فبالتالي هيبقى في قلة في نسبة المياه العذبة المتوفرة. طيب يا دكتور، التغيرات المناخية دي أثرت على نوعية معينة وأظهرت نوعية معينة ولا لأ؟ التغيرات المناخية بالنسبة للمصايد هتأثر، بمعنى ان النهاردة لما هيحدث تآكل في الشواطئ وارتفاع في نسب الملوحة، لأن مش هيبقى في مياه عذبة جاية على البحر. يعني هو النهاردة المصبات اللي موجودة ديت بتؤثر على درجة الملوحة في بعض المناطق، زي مثلا المعدية، زي إدكو، زي رشيد، زي منطقة المكس، ودي بتجذب أنواع معينة من الأسماك وبتساعد على توفر أنواع معينة من الذريعة زي ذريعة البوري وذريعة الطبار، وبالتالي ارتفاع الكبار اللي هي قريبة قوي من البوري، يعني ولاد عم ولاد عم ابن العم، بس طعمها أحلى شويتين. يعني وهي مش سمينه قوي زي بالظبط ما زي فيهاش البوري. نسب دهون عاليه زي البوري. فبالتالي هو ارتفاع درجه الحراره ودرجه حراره الميه مع تاثر البي اتش او درجه الحموضه بتاعت المياه، الكلام ده هيؤدي الى هجره بعض انواع السمك من اماكنها. زي النهارده مثلا، يعني انا ممكن بسبب ارتفاع درجه الحراره السمكه محتاجه درجه حراره معينه، لو ارتفعت درجه حراره المنطقه اللي هي فيها هتبتدي تهرب من المكان ده عشان تروح لدرجات أماكن أخرى. حراره اقل. يعني مثلا الكلام ده هيبقى اكثر تاثر مثلا في المناطق الشماليه فوق اللي هي بعيد عننا، يعني القطبيه، لما الجليد هيسيح وتبتدي درجه الحراره هو ترتفع. الجليد سايح دلوقتي يا دكتور؟
وفي ازدياد. احنا يعني بنتكلم، انا اعرف حد بيقول لي انها يعني لم تحدث لا نهائيا، لا، واحنا القطب الشمالي ما شافوش بالشكل ده، يعني انه ما فيش جليد زي ما حضرتك متخيل. لا، احنا النهارده بنتكلم مثلا في معدل ارتفاع درجة حرارة، خلينا نقول مثلا 1.5، 1.5 درجة above الجلوب هنا في منطقة المتوسط. بحلول 20 100 او 1000، يعني 2100، بتتكلمي ان درجة الحرارة ممكن تزيد من 3.5 ل 4.5 اكيد احنا مش هنكون فوق موجودين، المعدل. فهم حرين ما بقى، هو الولاد هم حرين. لا، ما هو برضو ده بيعكس ده مش الولاد، ده هيبقى احفاد الاحفاد لا يعني. بس ده بيعكس يعني توجه القيادة الرشيدة طبعا واتجاهها طبعا، لمستقبل الأجيال القادمة وعالمي. باهتمامها اصل ده يا بالمناخ. دكتور ده مش موضوع مصري فقط، ده موضوع عالمي، وكنا ان احنا ننتبه ولو حتى يعني ان ناتي متاخرا خير ان لا ناتي. بالظبط. فمجرد ان هو يبتدي الكلام عن المناخ بالمناخ بهذه الطريقه وبهذه القوه، وان المؤتمر يكون موجود في نوفمبر هنا، وانا من كتر ما انا يعني بقيت عايزه المؤتمر يجي نسيت اكتوبر خالص وعايزه. فكل هذه الاشياء، لا يعني اكيد في اهتمام، والاوراق البحثيه اوراق على اساس. أكيد يعني طبعا، حضرتك لما بتيجي دلوقتي تقدم في المؤتمر انت عارف ايه اللي بيحصل على ارض الواقع، ده صحيح. مش بتتكلم وبتبعت كده فقط. فعايزه اتكلم كمان يا دكتور عن الارتفاع ده، مش بدري قوي إيه ارتفاع بالنسبة؟ الاسعار؟ لا، هو هقول لحضرتك حاجة، يعني يعني حضرتك ما احنا ما اتاثرناش قوي لهذه الدرجه. لا، بس خلينا نتفق على شيء، هو الارتفاعات في الأسعار وتأثر الثروة السمكية هو مش مرتبط بالمناخ بس، طبعا يعني بالاعلاف وبال طبعا بالظبط. والادوات وكل حاجه، لكن ده انتاجنا احنا، أيوه يعني انتاجنا. وخلي بالك برضو انا مش هعدل على حضرتك، حضرتك استاذ في هذه المساله. المزارعين بيعرفوا يبدلوا الامور، ياكلوهم بطاطا، ياكلوا الاسماك لا بطاطا، لا 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 كسر بسكوت، لا 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 مش لا عارف ايه. لا لا، بصي لا حضرتك، لا ايه مش بيحصل. لا، الكلام ده كان زمان. انت النهارده حضرتك بالنسبه للانتاج السمكي في مصر بتتكلمي في 2.2 من 10 مليون طن سنويا، من 1.8 من 10 مليون طن من الاستزراع. هذا الانتاج اللي موجود ما عادش ينفع ان هو ينتج بكسر البسكوت وكسر المكرونة والمخلفات والكلام ده، والعيش ولا العيش ولا الكلام، إن ما كانش هيبقى فيه علائق أعلاف 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 متزنة يعني، وبتفي باحتياجات النوع عشان يحصل معدلات نمو عالية، مش هيحصل أو مش هنوصل لهذا الإنتاج. الكلام ده كان زمان، يعني الحاجات دي كانت طب بتستخدم. حتى لو لم نصل إلى الإنتاج العالي، على الأقل نسد احتياجات ما المواطن انت يعني. اوريدي حضرتك بالرغم ان احنا عندنا هذا القدر من الانتاج، وبالرغم ان احنا بنعتبر من التوب 10 في الانتاج، واول دولة على مستوى افريقيا في الانتاج، لكن استيل حضرتك في استيراد بالنسبة الأسماك للاسماك. بس ملهاش طعم، الأسماك المجمدة دي يا دكتور يعني ما أعرفش، يعني يعني ناس كتير جدا بيقول لك ان الاوتيلات والفنادق والمطاعم بتبان، يعني الاسكندرانيه بالذات بيبان معاهم الشعوب الاسماك. الساحلية بتعرف الكلام ده كويس طبعا لأنها متعودة على ال طبعا ما حدش بيقول انها حاجه وحشه، بس يعني بتساعد. لكن امتى واحنا مدينه ساحليه ما نستوردش؟ احنا عندنا اماكن كثيره جدا موجود فيها استيراد اسماك، لا، خلينا اسماك مستورده يعني. نتفق ان احنا ماشيين بخطوات جيدة بالنسبة لعملية الانتاج، لكن في معوقات كتير على رأس الأعلاف. النهاردة الأعلاف التكلفة بتاعتها بتمثل ما يقرب من 80% من مصاريف عندناش التشغيل. بدائل يا دكتور، يعني أساتذة الثروة السمكية ما عندهمش بدائل للأعلاف عشان ما نستوردش، في لأن احنا ما نستورد أعلاف، ما احنا كده يعني بنستورد سمك برضه يعني. مش يعني خلينا نقول ان قبل طبعا في دراسات كتير على البدائل، لكن خلينا نتفق ان حتى الآن البدائل اللي موجودة ما تقدرش
تديني نفس النتائج نتائج. اللي بيتحصل عليها من استخدام الصويا، او احتياجنا للصويا واحتياجنا للذره الصفراء. وده مش على مستوى مصر بس، ده على مستوى العالم كله. يعني لسه لم يعني الاول كان بيعتمد الامر على مسحوق السمك كمصدر بروتين داخل العلايه، بدينا لما مسحوق السمك تكلفته بقت عاليه حتى على مستوى العالم يحصل احلال له بالصويا، فاحنا في هذه المرحله. في بلادنا الصغيرة الريفية بنزرع برسيم والسمك بيتغذى من التربة والدنيا بتمشي وبيطلع البولت زي الفل. لا لا يعني خلينا نقوله تقصدي الرز مثلا مش الرز، البرسيم. الرز أنا آسفة آسفة. النهاردة الدنيا مش عارفة داخلة في بعضها. يعني خلينا حضرتك تقصدي الرز زراعة السمك على الرز يبقى، يعني هو ده نوع من انواع الزراعة التكاملية، لكن يبقى ان الانتاجية اللي احنا وصلنا لها ومعدلات الانتاج اللي وصلنا لها من والله الفدان، السمك كان بيبقى زي السكر يا ما هو دكتور، بيبقى زي الفل. والله بس العظيم يعني ما كانش وحش ولا لا حاجة. ما بس يعني البحيرة كلها وكفر الشيخ شغالين بهذا المنطق، لأن أكتر إنتاجية في الرز هي كفر الشيخ والبحيرة. طيب النهارده المفروض ان يحصل تعديل بالنسبه لزراعه الرز، طب لان عشان هو المية، من عشان المية، من عشان المية، مثلا ده لو طبعا وفرها. عشان المية. لكن أنا كده برضو ما بهدرش مية، خلي بالك لما تمام. بزرع فيه سمك ما بهدرش مية. انا بعمل، حضرتك قلت انها زراعات تكميليه، طب ما فانا تخلينا بعمل اتنين في واحد طب اهو. ما تخلينا نقول حاجه بقى يعني افضل شويه، اللي هي يعني الزراعه التكامليه خاصه في الاماكن الصحراويه اللي انا بزرع فيها سمك وباخد الميه بتاعه احواض اعاده الاسماك استخدام المخصبه وهستخدمها في زراعه لزراعه الارض. المحاصيل زراعه الارض، لكن يبقى برضو ان انا محتاج اعلاف عشان احافظ على انتاجيات عاليه تصل الى من 3 ل 5 طن في الفدان على الاقل لو بتكلم على زراعات شبه مكثفه، وتصل الى ما يوازي يعني 10 كيلو في المتر المكعب في الزراعات المكثفه. هذا الكلام لا يمكن ان يتحقق بدون استخدام اعلاف عاليه الجوده. وبالتالي ما زال مشاكل الاعلاف بتمثل يعني كونسترين او عائق رئيسي في الحته دي لدفع عمليه الانتاج وتقليل التكلفه. يعني برضو يعني عشان المزارع يوصل للمرحلة دي محتاج تدريبات كثيرة جدا ومحتاج حاجات كثيرة جدا. اكيد. فين ويبقى الحقول الإرشادية يا دكتور؟ ويبقى ان الزراعه التكامليه هتبقى حاجه ممتازه، مهمة لانها انا بحصل مهمة. على تو كروبس محصولين اتنين في واحد، وبستخدم المياه استخدامين صح، واحنا نحتاج ذلك في التوقيت الحاضر يعني. بالظبط، لنقص المياه للتغيرات اللي جايه بالنسبه للمناخ وتاثيرها على المياه وعلى التربه، ولتعظيم الاستفاده لان انا هوفر هنا هو المسمدات هتبقى سمات طبيعي من المخلفات بتاعت الاسماك الأسماك. الموجوده في الميه. دكتور برديسي عمل لنا مشروع كتير قوي، كبير قوي، وقال لنا ان احنا بنستزرع الجمبري، نعم. ثم جاء بعد ذلك الحاج الشافعي وقال انا بعمل جمبري، لكن ما زلنا بنستورد الجمبري او بنطلع الجمبري والاسعار في ارتفاع فظيع. طب احنا فين من الاستزراع في لا الجمبري في القاروص في البوري، إيه سوري، في الدنيس الوقار العروس. الدنيس، بص حضرتك يعني لو وليه اتكلم ملوش نفس مذاق سمك البحر؟ خلينا نتفق على شيء، ان زراعة الاسماك البحرية مصر دخلت فيها بشكل يعتبر ليت متأخر. متأخر. ويمكن فاكر حضرتك الدكتور برديسي أول واحد قال أنا في مشروع مريوط نعم للاستزراع السمكي، اللي هو دلوقتي بقى يعني راح خالص، نعم لكن كان الجمبري ورئيس الجمهورية في وقتها جاء وافتتح المشروع وكانت حاجة عظيمة. نعم يعني خلينا زي ما بقول لحضرتك احنا دخلنا في القطاع متأخر بشكل متأخر، لأن الاستزراع الأسماك البحرية الأماكن اللي كانت صالحة للزراعة كانت تعتبر أماكن محدودة وكانت محتاجة تصاريح قوية لا تعطيها يعني الدولة بسهولة، لأنها مسائل تمس أمن قومي.
لكن النهارده بدخول مثلا مشروع مزرعه غليون اللي الله، موجود على الساحل هنا اهوت. برضو ما اثرتش بشكل ايجابي، شالت عبء، لكن انا مش شايفه انه الجمبري رخص. مش هتأثر في يوم وليله. خلينا برضو نتفق على حاجه، هذه الانواع من الاسماك سواء كان الدنيس او القاروص او الجمبري مش سمكة شعبية، رقم واحد. اتنين، دوره الحياه بتاعتها تختلف عن البولتي، طويلة اطول. طبعا، الحاجه الثالثه، الكوست اوف برودكشن او تكلفه الانتاج أعلى، اعلى، لان الاعلاف صح، بتاعتها اغلى. أكتر، فبالتالي كل ده حضرتك مش هتشوفي الاثر بتاعه في القريب العاجل، لا ده احنا محتاجين وقت. يعني مزرعه غليون دخلت حيز الانتاج 2018، فاحنا بنتكلم لسه في 4 سنين، يعني ما لحقناش نشوفه. وبعدين ده مرحله اولى، لسه المزرعه في مرحله تانيه منها. لكن هو الجميل في الموضوع دوت ان احنا النهارده دخل عندنا نوع من الانواع اللي بتستزرع فيها دلوقتي اللي هو الجمبري الفاناماي، وده من ده ايه الفانما ده يا دكتور؟ نوع من سبيشيز من يعني نوع، يعني شكله ايه؟ اصل خلي بالك في حاجات احنا غير مستصاغه بالنسبه لنا، لا 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 يعني شكله، احنا لا 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 شكله كويس. يعني الحاجات اللي شبهها لا 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 مش زي جمبري المياه العذبة ايوه اللي هو لوكال، لا 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 هو زي كلبشات ده، لا ايوه لا لا هو زي الجمبري الازاز بتاعنا او الجابونيكاس زيه، ولكن اللون مختلف وفي بعض الاختلافات، لكنه نفس المذاق. نفس المذاق، مذاقه مقبول جدا، والاهم ان هو حصل له يعني ادابتيشن او تكيف مع البيئه هنا هوت، وعمليه استزراعه سلسه، بالاضافه ان هو كمان بيتاقلم على المياه الاقل في الملوحه، يعني هو فعليا موجود بره، في منه متاقلم مية تماما على عذبة. زيرو سالينيتي، ميه فريش، وبالتالي هيبقى فيه امكانيه كمان لاستزراعه في صوب. المياه العذبه او في المياه الزيرو سالينيتي يعني، وده هيدي فرصه لانتشاره بشكل اكيد اكبر السعر هيقل في بقى، هي عرض عرض وطلب، وطلب. بالظبط كده حضرتك. اكيد اكيد البولتي نفسه عرض وطلب، يعني طبعا. حضرتك في شهور الشتاء البولتي بيقل، والله دكتور كلنا بنحب البولتي. هو السمكه الشعبيه يعني يعني. طبعا كلنا يعني من الناس اللي بتحب البولتي بشكل كبير جدا، ف بالظبط هي مهما استزرعوا ومهما عملوا كل ده الا انها تبقى البولتي والبوري هي السمكه الشعبيه، فعشان كده مهم جدا ان احنا نخاف عليها من التغيرات المناخيه بشكل كبير، علشان دي بتؤثر على الامن الغذائي في مصر. أكيد. نورتني يا دكتور، سي دكتور وليد الهواري، شكرا لوجود حضرتك معانا، ويا رب الخير لمصر، يا رب ونحاول ان شاء الله، إن شاء الله إن بإذن شاء الله، الله إن شاء بكم ومعكم نستطيع. إن شاء الله. استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي أمل صبحي.